السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده. اتمنى كلكم تكونوا بخير وباحسن حال. النهارده هشرح اداه من ادوات ادوبي فوتوشوب، وهي اداه الميكسر براش. هنبتدي ان احنا نشرحها بالتفصيل. طبعا في كذا براش جوه ادوبي فوتوشوب، ولكن احنا النهارده الاداه دي مميزه وليها استخدامات مميزه. نبتدي ان احنا نشرحها النهارده، وكمان انت لما تشوف المثال اللي انا هشرحه النهارده ممكن انك انت يجيلك افكار تانيه تقدر انك انت تنفذها. ممكن انك انت كمان تكتب على بنترست ميكسر براش تول تيتوريال عشان تبتدي انك انت تشوف امثله، بالتالي تعمل تغذيه بصريه بالاضافه لانك انت النهارده تعرف طريقه استخدامها، فبعد كده ان شاء الله تقدر انك انت تستخدمها في افكار كتيره، خصوصا ان هي بتعمل اشكال 3D مميزه تقدر انك انت تستخدمها في التكست، تقدر تستخدمها في الاشكال، في كل حاجه انت عاوز انك انت تعملها ان شاء الله. فمن غير ما اطول عليك تعال نروح نشرحها بالتفصيل، سواء بقى كنت على الفيسبوك او على اليوتيوب. ما تنساش انك انت تتابعني، هتنور القناه. انا يحيى الشافعي ويلا بينا نبدا. طيب اول حاجه انت بيبقى عندك صوره طبيعيه، مش مهم الخلفيه، هنا الخلفيه سودة عادي جدا، هنغير الخلفيه مش دي المشكله. المهم انك انت بيبقى عندك اوبجكت عاوز تشتغل عليه، فلازم ان احنا نعمل له تحديد. فهتشيل القفل من عليه وهتبتدي تيجي هنا عند اي اداة تحديد، هتلاحظ ظهرت لك كلمة من هنا اسمها Select Subject، هتدوس عليها هيبتدي ان هو يحمل عشان يبتدي يعمل لك تحديد على الجزء اللي انت شغال عليه. بعد ما عمل لك تحديد ممكن يطلع شوية اخطاء زي اللي هنا كده، لو هي بسيطة مثلا زي الجزء اللي انا عاوز ازوده من هنا، فبأداة اللي هي Quick Selection Tool ممكن ان انا من علامة الزائد ابتدي ازود الجزء ده مثلا، بمجرد ان انا بحدد على الحدود هو بيوسعها. ابتدي مثلا من هنا كمان ان انا ازود الجزء ده، ولو عاوز انقص بدوس على ال بحيث ينقلني على السالب واعمل الحدود بالظبط. طيب ولكن في هنا جزء صعب مش هقدر ان انا اعمله بنفسي زي هنا في الصوابع، فابتدي اجي هنا من فوق برضو الاختيار اللي جنبها اسمه Select and Mask، اول ما هدوس عليها هيبتدي يعمل لي الشكل اللي انت شايفه. هتيجي عند اول اداة عشان تحدد هنا على الجزء الصعب، بمجرد ما انت ما بتحدد بعلامة الزائد هيبتدي ان هو يحددها. هو ده الميزة ان هو بيشتغل بالذكاء الاصطناعي. ونيجي عند تالت اداة من البراش هنا، هبتدي ادوس على Alt بحيث يحول لي على السالب، بحيث ان انا ازود الجزء الاحمر هنا لان انا مش عاوز الفراغ ده كله، وابتدي ان انا احدد. تبتدي تتأكد لو كل حاجة تمام، تبتدي تزودها مثلا هنا، عايزين نزود التفصيلة الصغيرة دي، وعايزين نمسح هنا جزء ما بين الصوابع، ولو كل حاجة تمام معاك هتبتدي تدوس على اوكي، هيبتدي ان هو يعمل لك تحديد عليه. وهو متحدد عليها تيجي هنا عند اداة الماسك وتدوس ماسك، وهتبتدي تسحب الماسك اللي انت عامله ده لحد الباسك، وهتدوس هنا على ابلاي، هيبتدي ان هو يعمل لك طبقة زي كده. هندوس على Ctrl J بحيث يكرر لي الطبقة دي، ولكن خليني في الأول أعمل خلفية عشان الصورة بتاعتنا توضح. أعمل طبقة جديدة ولكن أخليها تحت خالص، وهاجي من هنا عند Solid Color، تبتدي تختار درجة اللون اللي تريحك عادي. فأنا مثلا ممكن أختار درجة لون ناحية الأزرق، وهبتدي أدوس على OK. هبتدي أجي عند الطبقة اللي تحت هنا اللي هي أول طبقة اللي أنا كنت شغال عليها اللي هي من تحت يعني، وهبتدي اجي هنا عند اداة الميكسر براش تو. بمجرد ما بتدوس كليك طويلة بتجيلك الادوات، فبتدوس على الميكسر براش تو. تتأكد بس من فوق ان انت مختار دراي هيفي لود، وهتبتدي تيجي عند الجزء اللي انت عاوز تشتغل عليه فمثلا، او تاخد منه اللون. فهنقرب كده مثلا، انا عاوز اخد من الالوان الاحمر والاسود من هنا، فانا مثلا عاوز اخد من الاحمر والابيض من هنا، فهبتدي بس ابعد كده وهبتدي من اداة الميكسر براش تول، وانا عاملها كده هبتدي ادوس على Alt بحيث اخد من الدرجة من هنا. هبتدي بس في الاول اصغر البراش تول شوية من حرف الجيم، ولو عاوز تكبرها من حرف الدال، وهتبتدي انك انت تسحب الشكل اللي انت عاوزه، هي البراش تول كده تبتدي انك انت تسحبها. خلينا نعملها من اول، بمجرد ما انت ما هتمشي كده هيبتدي ان هو يعملها.
خلينا نمشي كده ونروح جايين كده. طبعا هنا في زيادة فعاوزين نمسحها. كل اللي عليك هنا اللي انت هتعمله ان انت هتيجي هنا عند الماسك، هتعمل هنا ماسك وهترجع البراش تول العادية، تتأكد من هنا ان هي باللون الاسود، ونتأكد من فوق ان البراش هارد يعني خشنة مش ناعم، وتبتدي تمسح الجزء اللي انت مش عاوزه بحيث ان هو يبقى ماشي على الحدود بالظبط. هيبقى شكلها لطيف يعني، ولكن هلاحظ برضو ان الصورة ناقصها حاجة، ناقصها شادوز وتفاصيل بسيطة عشان الصورة تبقى واقعية اكتر. فكل اللي انا هعمله ان انا هعمل طبقة جديدة تكون ما بين الطبقتين اللي فوق، سيبك من طبقة الخلفية، تكون ما بين الطبقتين اللي فوق. وبرضو من البراش تول هتأكد ان هي هنا باللون الاسود، ومن فوق هنا المرة دي اختار سوفت براش اللي هي البراش الناعم او الفرشة الناعم، وهقلل بس الشفافية شوية، هقللها كتير يعني عند 26 مثلا، وهبتدي اعمل شادوز عند التفاصيل دي. كل ما هتزود كل ما الشادوز هيبقى باين اكتر، لان الشادوز هو اساس كل حاجة. ممكن نزودها نخليها عند 35، تبتدي تعمل الشادوز عشان يجي معاك من اول مرة. عايزين برضو التفاصيل اللي هي عند الجسم، فمثلا هنا المفروض يبقى فيه شادوز، عند الرجل لازم يبقى فيه شادوز، نفس الكلام هنا. حاول انك انت ما تخرجش عن اللون. بعد ما تعمل الشادو بتاعك بالشكل التمام واللي هو كويس، خلاص كده يعتبر الصورة بتاعتنا خلصت. تقدر تضيف بقى الحاجات اللي انت عاوزها. ممكن ان احنا نحدد على الثلاث طبقات دول ونبتدي ان احنا نعمل لها كنترول اي بحيث كلهم يبقوا في طبقة واحدة. نبتدي نجيبهم في نص الصورة هنا، ونبتدي من أداة الكروب ابتدي ان انا اقصها من تحت شوية ومن فوق شوية. عايز تظبط درجات الوان براحتك، عاوز تعمل اي حاجة تانية فدي حاجة ترجع لك انت. اتمنى ان الصورة دي تكون عجبتكم، انك انت تقدر تكون عرفت الميكسر براش تول بنعمل بيها ايه. طبعا تقدر تطوعها بالشكل اللي انت عاوزه، تقدر تعمل بيها افكار من دماغك، عند الوش عند الايدين، الحاجات اللي تريحك. ولكن هنا بما انه طاير يعني فانا حبيت اضيف التفاصيل دي، فعلى حسب الموضوع بتاعك. ولو احتجت اي مساعدة هتلاقي لينك في وصف الفيديو في الانستجرام بتاعي، تقدر انك انت تبعت لي وانا هرد عليك ان شاء الله. كده يكون شرحنا النهاردة خلص، اتمنى ان هو يكون اداك شوية افادة. انا يحيى الشافعي، ما تنساش اللايك والمتابعة والكومنت سواء ايجابي او سلبي عشان احسن من المحتوى بتاعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.